قبل رجل يوما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال له: يا رسول الله، إن نرى أنه قد أجدبت الأرض وانقطع القطر من السماء وجاع العيال، يا رسول الله، فإنا نستشفع بك إلى الله ونستشفع بالله عليك، نستشفع بك أنك تدعو الله تعالى أن يسقينا، ونستشفع بالله عليك أن يجعلك ترضى أن تدعو الله لنا. فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام قوله نستشفع بالله عليك انتفض وتغير وجهه وسكت وجعل يعظم الله ويقول: سبحان الله سبحان الله سبحان الله، حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. علم أصحابه أن هناك شيء حدث، أن النبي عليه الصلاة والسلام تغير فيه شيء، وجعل الصحابة يتأملون ما الذي غير النبي عليه الصلاة والسلام، وهو عليه الصلاة والسلام يقول: سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل وقال له: ويحك، أتدري ما الله؟ أن تدري تتكلم عن من؟ أويحك، أتدري ما الله؟ إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه. يعني الله تعالى أعظم من أن تقول نستشفع بالله إليك، وذلك أن الشفاعة تكون من الأدنى إلى الأعلى. أنت تدخل على مدير مكتب المدير وتقول له: أنا أستشفع بك أن تتوسط لي عند المدير أن يوقع معاملتي أو ترقيتي أو ما شابه، لكن ما تدخل على المدير وتقول اشفع لي عند مدير مكتبك أو عند سكرتيرك حتى يعمل كذا وكذا، إنما هو يأمر ولا يشفع. فالأعلى يأمر على الأسفل ولا يشفع عنده. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع الرجل يقول إنا نستشفع بالله عليك انتفض عليه الصلاة والسلام، وجعل يقول: سبحان الله، ويحك، أتدري ما الله؟ إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن عرشه على سماواته وأرضيه هكذا مثل القبة. فكان عليه الصلاة والسلام يعظم الله تعالى. وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن تعظيم الله تعالى من خلال عبودية الملائكة، فقال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الإمام أحمد في مسنده وذكره أبو الشيخ في العظمة وغيره، قال: أطت السماء وحق لها أن تأط، يعني ثقلت السماء. والأطيط هو الصوت الذي يصدر من الرحل الجديد إذا ركب عليه راكب ثقيل. الرحل الذي يوضع على الدابة تكون أعواده مربوط بعضها ببعض بحبال، ما يربطونها بمسامير، يربطونها بحبال حتى تتحمل ثقل الراكب عليها. فإذا ركب فوق الرحل راكب ثقيل صار لهذا الرحل صرصرة في أثناء سيره. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ثقل السماء وما فوقها أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك واضع جبهته لله عز وجل ساجدا. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا فيما ذكره أبو الشيخ في العظمة، قال صلوات ربي وسلامه عليه وهو جالس مع أصحابه كما في حديث العباس بن عبد المطلب، قال: جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرت سحابة، وقال عليه الصلاة والسلام: ما تسمون هذا؟ قالوا: السحاب. قال: والمزن؟ قالوا: والمزن. قال: والعنان؟ قالوا: والعنان. فقال عليه الصلاة والسلام: أتدرون كم بين السماء والأرض؟ قال الصحابة: الله ورسوله أعلم. ما ندري كم بين السماء والأرض، الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 عام. أتدرون كم بين السماء الأولى والتي فوقها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 عام، وبين السماء الثانية والثالثة 500 عام، وبين الثالثة والرابعة 500 عام، وبين الخامسة والسادسة كذلك، وبين السادسة والسابعة كذلك، وسمك كل سماء 500 عام. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وفوق السماء السابعة بحر، بين أسفله وأعلاه مسيرة 500 عام، وفوق البحر عرش الرحمن ولا يقدر قدره إلا الله، وفوق العرش رب العالمين ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم، ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم. مع كل هذا العلو لله جل وعلا، وهذه العظمة وهذا الارتفاع
ومع ذلك يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ولا يعزب عنه جل وعلا مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. عظم الله تعالى نفسه، فقال جل وعلا: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وقال سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يقول الله جل وعلا: كيف يشركون بي؟ كيف يعبدون غيري؟ وهو جل وعلا الذي خلق السماوات وخلق الأرض، وهو الذي يطويهن سبحانه وتعالى كما يشاء. لذلك الأنبياء جميعا كانوا يعرفون عظمة الله تعالى عندما يتعاملون مع ربنا جل وعلا. يقول الله تعالى لما ذكر عيسى، قال الله جل وعلا: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. انظر إلى جواب عيسى وهو يتكلم مع الله، قال: سبحانك سبحانك. ثم بدأ بعد ذلك يبين ما فعل. قال الله جل وعلا عنه: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك. ما أحد يقول لك ليش تعذبهم، مالك حق تعذبهم، أنت ظلمتهم، أنت سبحانك تفعل ما تشاء، لا معقب لحكمك ولا مغير لأمرك ولا مبدل لقضائك. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. شوف الأدب من عيسى عليه السلام وهو يتكلم مع رب العالمين. إبراهيم عليه السلام لما تكلم عن الله كيف تكلم؟ قال: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين. ثم أراد أن يذكر المرض فلم يقل: والذي يمرضني ويشفين، مع أن الآيات التي قبلها يطعمني ويسقين، خلقني فهو يهدين، لم يقل: وأنه هو يمرضني ويشفين، لا، وإنما لأن المرض أمر مكروه إلى النفس لم ينسبه إلى الله تعالى وإنما نسبه إلى نفسه، فقال جل وعلا هنا: وأنه هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. فنسب المرض إلى نفسه لأن فيه نوع من الكراهية للنفس، ونسب الشفاء إلى الله. أدب، مع أن الذي يقدر المرض ويقدر الشفاء واحد هو ربنا جل وعلا، لكن مع ذلك أدب مع رب العالمين في تعامله معه. لما تكلم الله تعالى عن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قال الله جل وعلا عنه: ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. لما صعد بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى السماء ودنا حتى بلغ سدرة المنتهى، يقول الله تعالى إن محمد صلى الله عليه وسلم كان مؤدبا غاية الأدب وهو في الملأ الأعلى. ما زاغ البصر، ما جعل يتلفت يمين ويسار، ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. نوح عليه السلام بعث إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الإسلام وترك عبادة الأصنام، وهم مصرون على عبادة الأصنام، ويوصي بعضهم بعضا ويقولون: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. يوصي بعضهم بعضا بالديمومة على عبادة الأصنام. فأمر الله تعالى نوحا أن يصنع السفينة، ووعده ربنا جل وعلا بأن ينجيه من الغرق والبلاء والهلاك، أن ينجيه هو وينجي أهله معه، ينجيه هو وينجي أهله معه. وصنع السفينة، وكان قومه إذا مروا به وهو يصنع السفينة يقولون:
أصبحت يا نوح نجارا، أنت من أول داعية ونبي وتحولت نجار، تصنع سفينة في البر. فكان لا يلتفت بهم فيستهزئون به، فيقول لهم إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه. شوف من اللي يضحك في النهاية. حتى أذن الله تعالى وأمر الله تعالى السماء فأمطرت، وأمر الأرض فتفجرت، ووصف الله تعالى حال نوح وهو في السفينة تتقادفها الأمواج، فقال الله جل وعلا: وهي تجري بهم السفينة في موج كالجبال. أي وصف أعظم من هذا الوصف؟ تخيل أمواج تكون كالجبل الأشم الشامخ لا تكاد أن ترى طرفه ولا قمته. يصف الله تعالى حال نوح بهذه السفينة التي ما صنعها من حديد وأجهزة حديثة وقياسات كمبيوتر، بأخشاب بألواح ودسر كما وصفها الله، ومع ذلك انظر إلى الموج الذي يلعب بها. قال الله: وهي تجري بهم في موج كالجبال. وبينما السفينة تجري بهم وقد حمل فيها من كل زوجين اثنين، والأمواج تتلاطم والناس في كرب عظيم، حتى ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن امرأة من قوم نوح خرجت من بيتها معها ولدها تمسكه في يده وتجري به تبحث عن ملجأ يمينا ويسارا، والماء يملأ الأرض والسماء كأفواه القرب، وهي تجري يمين ويسار حتى أقبلت على جبل، فجعل الماء يملأ الأرض ويصعد، وهي تصعد في الجبل معها ولدها حتى بلغت أعلى قمة الجبل وولدها معها، فجعل الماء يصعد إليها، فحملت الولد وضمته إلى صدرها، تبقى أنها أم وإن كانت كافرة لكنها أم، وجعل الماء يصعد إليها، فحملت الولد على كتفيها حتى لا يغرق، وجعل الماء يصعد إليها فحملته فوق رأسها ترفعه حتى غرقت وغرق ولدها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو كان الله تعالى راحما أحدا لرحم هذه المرأة برحمتها لولدها. السفينة تجري في موج كالجبال، والناس يصرخون يمينا ويسارا، وبينما نوح عليه السلام على ذلك ينظر إلى من معه في السفينة، ثم يرى ولده وفلدت كبده وثمرت فؤاده، تتلاطم به الأمواج تضربه يمين ويسار، والولد تارة يظهر على سطح الماء وتارة يغرق، وهذا ولده طالما ضمه وشمه وقبله ولاعبه ومشى معه. قال الله تعالى: وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل مبتعد عن الماء: يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. والولد يقول: سآوي إلى جبل، ولده وأبوه يقول: تعال اركب يا ولدي لا تغرق. قال الله: وحال بينهما الموج، جاءت موجة عظيمة، فكان من المغرقين، وأهلك الله قوم نوح ولم يبق إلا قلة. قال ابن كثير: قال الله تعالى: وما آمن معه إلا قليل، قيل هم 12 رجلا، وقيل 42، وقيل 82، وهو أكبر رقم ذكره المؤرخون. لما هلك قومه وركدت الريح، قال الله جل وعلا: وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، وقيل: يا أرض ابلعي ماءك. ما يحتاج تنتظر حتى تجف الأرض، يا أرض ابلع الماء اللي طلع منك، يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي.
وغيض الماء وقضي الأمر، خلاص الأمر إهلاك قوم نوح قضي انتهى. واستوت على الجودي على جبل، وقيل بعدا للقوم الظالمين. لكن نوح لا يزال قلبه مكلوما على ولده. يا أخي أنت لو يصاب ابنك بزكام ويعطس أمامك مرارا أو يمرض وترتفع حرارته، لبقيت الليل سهران أو تستيقظ كل ساعة تطمئن عليه، وربما ترافق معه في المستشفى ساعات. فما بالك برجل له قلب ممتلئ بالحنان والعطف كنوح عليه السلام، وهو يرى ولده يغرق أمامه حتى يموت. استوت على الجودي، لكن قلب نوح متعلق بولده. يا ربي أنت وعدتني أن تنجيني وتنجي أهلي، ما أنجيت أهلي، ما هو ولدي مات، أنت قلت بنجيك وأنجي أهلك، طيب ما أنجيت أهلي يا ربي. لكن اسمع أدب نوح وهو يتكلم مع العظيم جل وعلا. قال الله تعالى: واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. أنت وعدتني تنجي أهلي، طيب ابني من أهلي. قال: ونادى نوح ربه فقال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. أنت اللي احكم، ما في حاكم ولا قاضي يا ربي ألجأ إليه، بل أنت يا ربي اللي تحكم بيني وبينك. أنت يا ربي قلت لي بأنجي أهلك، طيب ما أنت ما أنجيت أهلي، هذا ولدي ما أنجيته يا ربي، أنت اللي احكم بيننا، وعدك حق لا يمكن أن تخلف وعدك. ونادى نوح ربه فقال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، هذا كافر ما ينتسب إليك، وإن كان ابنك نسبا لكن ليس من أهلك في النجاة، لأن ما ينجي إلا المؤمنين. إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. السؤال هذا اللي سألتني ودعائك لي أن أنجيه، هذا عمل غير صالح يا نوح. المفروض ما تدعوني أن أنجي كافرا. وقيل إنه عمل غير صالح في قراءة، يعني لأنه مشرك. إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. قال الله: فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ماذا قال نوح؟ قال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. على طول ما قعد يناقش، ما قال: كيف يا ربي، طيب أنت ما قلت لي من البداية أن أهلك إذا كانوا كفار لن ينجوا، يا ربي أنت ما قلت لي هذا الكلام، يا ربي أنت ما وضحت لي. لا، نوح عليه السلام ما ناقش رب العالمين أبدا. غاية التعظيم لله، ما دام الله تعالى قال لي لن ينجو معناه لن ينجو، بدأ يستغفر مباشرة. قال الله تعالى عنه: فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل: يا نوح، شوف الرحمة، الله تعالى إذا انكسر العبد بين يديه ودعاه واستجار به واستغاث به وعلم أنه لا منجى ولا مهرب من الله إلا إليه، وامتلأ قلبه بالتعظيم لله، فليبشر بالرحمة والمغفرة والإحسان. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فالله جل وعلا فضله واسع على عباده. انظر كيف قال الله تعالى لنوح عليه السلام هنا، لما قال إني أعظك أن تكون من الجاهلين، فاعترف نوح عليه السلام
وقال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. فشملته الرحمة لما علم الله تعالى من نوح هذا الانكسار. الله جل وعلا هو الذي يغيث العباد إذا وقعوا في كرباتهم، إذا ركب الراكبون البحر وماج بهم البحر وكادوا أن يهلكوا، نادى المنادي وصاح قائلا يا الله، فإذا بإغاثة الله تعالى لهم ينجيهم من هذه المهلكة. وإذا ضل الضال في الصحراء وأظلمت عليه الظلماء وأصبح ما بين هلاك بجوع أو عطش أو سبع، ثم نادى في هذه الظلمة قائلا يا الله، أتاه نصر الله تعالى وإن جاءه. وإذا مرض المريض وتعب السقيم وبكى الباكون وانتحب المنتحبون، فنادى المريض قائلا يا الله، وإذا بالشافي جل وعلا يشفيه إذا شاء. وإذا سجن السجين وطال عليه الهم والغم والكربة ونسي في سجنه، ثم نادى وهو في سجنه قائلا يا الله، وإذا بالله تعالى يفرج عنه في لمحة عين. وإذا ظلم المظلوم وتمكن منه الظالم وسيطر عليه وغلبه، ثم نادى في ظلمة داعيا قال يا الله، وإذا بالناصر جل وعلا يسمعه وينصره. كل الأنبياء يدعون الله تعالى في شدائد، وإذا العظيم جل وعلا بعظمته ينجيهم. أيوب عليه السلام يدعو في شدة المرض، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، قال الله فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم. يونس عليه السلام في ظلمة بطن الحوت فيدعو الله تعالى في شدة الغم، وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، قال الله فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قال الله تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وذكر الله تعالى زكريا عليه السلام وهو يدعو الله تعالى في شدة العقم، وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، قال الله فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. الأنبياء لأنهم يعلمون عظمة الله تعالى وقد امتلأت قلوبهم بعظمته صاروا ينكسرون بين يديه عند الحاجات وعند الكروبات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يعظمون الله تعالى في عباداتهم ودعائهم وفي أعمالهم. اللهم يا ربي وفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية على طاعتك حتى يلقاك، ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضاعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته واجمعنا به في جنتك يا حي يا قيوم يا رب العالمين.